وصفتنا اليوم مميزة، بيتزا البوف بيستري مع صلصة البيستو. في محضرة الطعام راح نضيف أوراق ريحان وصنوبر محمص وفستان ثوم وزيت زيتون وجبن بارميزان ورشة ملح وفلفل أسود، ونخلطهم إلى ما يصير عندنا هذا القوام. وراح نحتار صدر دجاج نبهره بملح وفلفل أسود وزيت زيتون ونشوحه من الجهتين إلى ما يستوي عندنا تماما. أساس الوصفة عجينة البوف بيستري، فراح أستخدم رقائق البوف بيستري من السنبلة. الجميل فيها أنه بين كل قطعة وقطعة ورق مانع للالتصاق. راح نفرد تقريبا 6 حبات جنب بعض ونفردهم ونوزع عليهم صلصة البيستو. بعد كده راح أضيف شرائح الدجاج المشوية وبزيلة خضراء من السنبلة الخالية من المواد الحافظة والغير معدلة وراثيا. نضيف كمان شرائح طماطم، جبنة موزاريلا، وندهن الأطراف بصفار البيض ونخبزها. بعد ما طلعتها من الفرن زينتها بأوراق الريحان وتتقدم وبألف عافية.